وللمزيد من التفاصيل حول هذه المائدة المستديرة التي اختتمت اليوم مع مفد مليان تي في إلى جنيف مرة أخرى محمد فال المومن في هذه المراسلة. إذن انتهت في حدود الساعة 4 مساء اليوم، أي بساعة تقريبا قبل الموعد المحدد لها، المائدة المستديرة التي دعا لها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر إلى المنطقة، والتي شهدت مشاركة مغربية بالإضافة إلى مشاركة الجزائر وموريتانيا ووفد عن جبهة البوليساريو. على أي إن هذه المائدة المستديرة التي لم ترشح عنها الكثير من المعلومات طوال يومين، كانت كل وسائل الإعلام هنا تنتظر ما سيخرج به هورست كولر من خلاصة. هورست كولر خرج إلى وسائل الإعلام ورفض تلقي أي أسئلة من الصحفيين، كل ما قام به هو قراءة البلاغ الختامي لهذه المائدة المستديرة. أهم خلاصات هذا البلاغ الختامي قال فيه أنه يحيي المشاركين في هذه المائدة المستديرة على الروح الإيجابية التي أظهروها، وعلى عن رغبته كذلك في أن يتم الدفع بهذا الملف وبمسار التسوية السياسية في هذا الملف، وهو الذي شابه الجمود لأكثر من 6 سنوات بحسب تعبير هورست كولر. بعد ذلك، بعد هذه الندوة الصحفية التي قام بها هورست كولر، كما قلنا رفض تلقي أي أسئلة، قرأ البيان وانصرف. جاء دور الوفد المغربي الذي يقوده ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي تحدث عن أهمية هذه المائدة المستديرة وقال بأن الروح الإيجابية مهمة لكنها غير كافية، على اعتبار أن الإرادة السياسية يجب أن تكون حاضرة لدى كل الأطراف المشاركين في هذه المائدة المستديرة. رحب بدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص مائدة مستديرة في الفصل الأول من السنة المقبلة، أي في 2019، لكنه حينما سألناه عن موعد وعن تاريخ وعن تفاصيل هذه المائدة المستديرة لم يقدم أي معطيات، لأن لا أحد إلى حدود الساعة يمتلك معطيات كافية حول هذه المائدة المستديرة. بعد ذلك كانت لنا فرصة للقاء الوفد المغربي هنالك في مقر التمثيلية المغربية هنا الدائمة في جنيف، حيث طرحنا أسئلة على هذا الوفد. الأسئلة كانت موجهة بالخصوص حول تشكيلة الوفد المغربي التي تميزت هذه السنة بمشاركة أو في هذه المائدة المستديرة بمشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي إشارة يعتبر رئيس الوفد المغربي أن لها دلالات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بأن لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة حقا في التسيير عن طريق ديمقراطي، عن طريق انتخابات. واعتبر وزير الخارجية المغربية كذلك بأن المغرب دائما ما كانت له إرادة واضحة من أجل أن يوجد حل سياسي لهذا الملف الذي عمر طويلا.